قال بيفكر اشرح لي يا ترى هنصرف الزيادة بتاعت المعاشات امتى، هنصرف الزيادة بتاعت المرتبات امتى، وهذا الصرف بالظبط هنتكلم عليه في الفيديو ده. هنتكلم عن الزيادات، كل واحد هيزيد كام، يا ترى هنزيد 600 ولا 300 ولا 100 ولا 200، وهل كل المعاشات هيزيدوا نفس المبلغ؟ لا، مش كل المعاشات هتزيد نفس المبلغ. طب ازاي؟ في حاجات معينة النهاردة هنوضحها لك في الشرح في الفيديو دوت، ان مش كل الفئات هتاخد نفس المبلغ ونفس الزيادة. هنقول لكم ايه السبب، وهنقول المبلغ ايه لاصحاب المعاشات. هنتكلم برضو عن زيادة الحد الادنى، مين من الموظفين هياخد الحد الادنى. هنتكلم برضو عن الاعفاء الضريبي اللي نزل للموظفين، يعني ايه هو الاعفاء الضريبي، ايه هو رفع حد الاعفاء الضريبي، وهيفرق في ايه مع الموظف. وهنتكلم برضو اخر حاجه عن المبلغ بتاع التكافل والكرامه. كل ده هنكلمكم فيه بامثله وبحسابات عشان نحاول نقرب الفكره للناس، لان في ناس كتبت لنا وناس سالتنا كتير جدا عن موضوع الزيادات وعن التصريحات بتاع رئيس الجمهوريه وبتاع الزيادات، واسئله كتيره جدا وفي ناس ملتبس عليها الامر. فقلنا نعمل لكم الفيديو دوت عشان نشرح لكم كل حاجه بحذافيرها واحده واحده كده معانا، وان شاء الله كل الناس هتفهم كل اللي هي عايزه تفهمه. بس قبل ما نبدا ونتكلم في الفيديو، يا ريت ان شاء الله كده اول حاجه ان شاء الله كده كلكم كده تصلوا على النبي كده عليه الصلاه والسلام. تاني حاجه تعملوا شير ولايك، الشير واللايك يا جماعه كتير بتكسب منه ثواب. ايه الثواب ده؟ الشير واللايك ده بيخلي الفيديو بيبقى يعني قريب من الناس اللي بتدور عليه، فانت كده بتبقى ساعدت حد ما هوش عارف قوي زي حضرتك، او يعني لسه مبتدئ في النت، ان هو الفيديو يوصل له بطريقة سهلة عن طريق ان حضرتك ساعدته. ساعدته ازاي؟ عن طريق ان حضرتك عملت لايك وعملت شير للفيديو فانتشر، فهو لقاه بسهولة واستفاد منه ودعا دعوة للي يعني كان السبب في ان هو قدر ان هو يعرف المعلومة ديت. فما تنسوش الشير واللايك الكتير يا جماعة، بيخلي الفيديو بيعم في محركات البحث. هنبدأ مع بعض دلوقتي. الأول نسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول أول حاجة هنتكلم عليها ميعاد صرف الزيادة. سيادة وزير المالية طلع وقال بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية هيبقى فيه إن شاء الله بداية الصرف من أول شهر أكتوبر. طبعا بيتعمل مشروع قانون وبيتعرض على مجلس النواب علشان يتاخد عليه موافقة، وان هم يوافقوا على الصرف ويدوا التعليمات بآلية الصرف والمبالغ وكل التفاصيل، بتبقى طالعة بقرار رسمي وبتتعرض على السادة في مجلس النواب. بنكرر تاني، التفاصيل بتبقى طالعة بقرار رسمي وبيتعرض على السادة في مجلس النواب، يتاخد الموافقة ويتم التنفيذ. القرار اللي قاله السيد وزير المالية والتصريحات بتاعته، قال ان هو هيبقى من اول اكتوبر، يعني على حسب كلام سيادة وزير المالية معاش اكتوبر ومرتبات اكتوبر. ده بالنسبة لميعاد الصرف. طيب تاني حاجة، الاستفسارات اللي جات لنا اللي هو احنا هنزيد 600 جنيه ولا 300 جنيه ولا 200 جنيه ولا 100 جنيه، ده بالنسبة للعلاوة الاستثنائية. رئيس الجمهورية لما قال على العلاوة الاستثنائية دي، قال ان هي هتصبح 600 بدل 300، هتصبح 600 بدل 300. السنة اللي فاتت كان نزل علاوة استثنائية مقدارها 300 جنيه، السنة دي العلاوة اتضاعفت بقت 600، بمعنى ان 300 اللي نزلوا لك السنة اللي فاتت زائد 300 نزلوا لك السنة دي، يبقى انت كده حضرتك بتصرف 600 مش بتصرف 300. طبعا دي بالنسبة للسادة الموظفين وبرضو للمعاشات. بس في ناس في المعاشات هيقول لك انا منزليش 300 جنيه، انا نزلي 200 جنيه بس. وفي ناس ثانية في المعاشات هيقول لك لا، ده انا نزلي 100 جنيه بس، منزليش 300 جنيه. يبقى انتوا بتقولوا كلام غلط وخلاص، اي كلام وخلاص. لا، احنا مش بنقول كلام غلط، بس انت نزلك 100 وانت نزلك 200 وانت نزلك 300. ده بقى ايه السبب بالنسبة للمعاشات؟ صاحب المعاش هيتصرف له المنحة كاملة اللي هي 300 جنيه. طيب لو حد من الورثة
بيصرف المعاش، مش صاحب المعاش هو اللي بيصرفه، يعني مثلا لو الزوجة لوحدها اللي بتصرفه، أو الابنة لوحدها، أو لو كانت مثلا الزوجة والابنة كل واحد فيهم بيصرف بنسبة، في اللي بيصرف تلت المعاش وفي اللي بيصرف تلتين معاش، فاللي بيصرف تلت معاش هينزل له تلت العلاوة الاستثنائية، يعني تلت التلتمية، بدل ما هياخد تلتمية لا هياخد 100 جنيه تلتهم. يبقى عشان كده انت بتصرف معاش بس خدت 100 جنيه، لان انت حضرتك ما بتصرفش معاش كامل، انت ورثة فبتصرف تلت معاش فبتاخد تلت العلاوة الاستثنائية اللي نازلة. طيب التاني يقول لك انا خدت 200 جنيه، ايه السبب؟ لانه هو برضو وريث ورثة وهو بياخد تلتين المعاش، فبالتالي هياخد تلتين المكافأة او العلاوة اللي نازلة، يعني هياخد 200 جنيه. يعني لو في واحدة لوحدها أرملة أو معاها ابن مثلا، وفي مثلا زوجتين لواحد بس، كل واحد منهم هيصرف العلاوة دي أو المكافأة دي بنسبة الصرف اللي هو بياخدها من المعاش. طيب حد هيقول لي لا برضو مش مفهومة، طب هنسهلها لك أكتر. انتوا خدتوا السنة اللي فاتت علاوة أو زيادة في المعاشات، تمام؟ نفس العلاوة اللي انت خدتها في معاشات السنة اللي فاتت، افتكرها كده معايا، كانت كام؟ 100 ولا 200 ولا 300؟ هي اللي هتاخدها السنة دي لو ما كانش طرأ على المعاش بتاعك اي تغيير زيادة. يعني ممكن السنة اللي فاتت واحدة تكون بتاخد 300 مثلا، كانت بتاخد بنسبة 100% المعاش هي وولادها، بعد كده بقت بتاخد مثلا هي وعيالها، وفي بنت من ولادها مثلا اتجوزت، فبقت هي السنة دي مثلا بتاخد مثلا لوحدها، فمش هتاخد نفس النسبة بتاعت السنة اللي فاتت. لكن لو مفيش حاجة اتغيرت هتاخد نفس الفلوس اللي خدتها بتاعت السنة اللي فاتت. سهلة كده. وبرضو نرجع نقول ان المعاشات زي الموظفين، برضو مش هياخدوا 600، لكن 300 بتوع السنة اللي فاتت زائد 300 بتوع السنة دي يبقوا 600 جنيه. احنا كده اتكلمنا عن ميعاد الصرف وعن العلاوة الاستثنائية، تعالوا نتكلم بقى عن زيادة الحد الأدنى للأجور. احنا قلنا ان بدل الدرجة الستة ما كانت بتاخد 3500 جنيه، هتاخد 4000، يعني في 500 جنيه زيادة في الدرجة، وده برضو هيحس بيه اكتر الناس اللي هي لسه بداية تعيينها، بدل ما هيتعين على 3500 هيتعين على 4000. ال 500 جنيه دي يا جماعة هتبقى لكل درجة بتصرف، الستة والخمسة والرابعة كل الدرجات هيبقى فيها زيادة للحد الأدنى، لكن طبعا مش هتبقى نفس المبلغ. لو انا مثلا وراجل على الدرجة الاولى، وفي واحد زميلي مثلا معايا في شغل على الدرجة الاولى برضه، ممكن مثلا انا ازيد مثلا 425 جنيه، وممكن هو يزيد مثلا 380 جنيه، هيبقى في فرق بيني وبين زميلي اللي في الدرجة الاولى اللي زيي. وده ليه الفرق ده؟ طبعا هيجي من حاجات كتير جدا مش هنقدر نشرحها كلها، في كذا حاجة يعني مبدئيا كده نقولها، فرق في تاريخ التعيين، فرق في العلاوات اللي اتاخدت، فرق في حاجات كتير، فمش شرط ان انت وزميلك اللي في نفس الدرجة ان انتوا تاخدوا نفس المبلغ. لكن كل درجة من الدرجات الوظيفية، دي هنقول كده تقريبا بالتقريب هيزيد حوالي كده تقريبا حوالي 500 جنيه، 500 جنيه لكل درجة وظيفية، وده تقريبا احنا طبعا مش بنتكلم بالظبط، بندي امثله تقريبيه، هيبقى كل واحد بيزيد حوالي 500 جنيه تقريبا كده في زياده الحد الادنى. طيب نيجي بقى هنا لشرح موضوع الاعفاء الضريبي، ايه هو الاعفاء الضريبي وهنستفيد منه ازاي؟ تم رفع قيمه الاعفاء الضريبي بنسبه 25% من 36000 ل 45000، يعني مش هتعرفوا تحسبوها بالظبط، لكن هتفرق معاك بنسبه مش وحشه يعني في المرتب، لان انت في جزء كان بيتحسب عليه ضرايب، الجزء ده اصبح مش هيتحسب عليه ضرايب، ده اللي انت خدت عليه اعفاء، فبالتالي انت كموظف مرتبك هيزيد بنسبه مش وحشه بالنسبه للجزء ده، لكن مش هتعرف تحسبها يعني بالملين، لكن هيبقى فيها يعني زياده ليك. اخر حاجه نتكلم فيها موضوع التكافل والكرامه. التكافل والكرامه لو انا باخد مثلا 100 جنيه هيزيد 15 جنيه، يعني هيزيد 15%، يعني ال 100 جنيه عليها 15 جنيه زياده، لو باخد 200 هيبقوا 30، وهكذا. يبقى بسهوله اقدر احسب التكافل والكرامه بتوعي، ان ال 100 جنيه عليها 15 جنيه، ال 130، ال 230، ال 345، وهكذا. وبكده ارجو ان انا اكون جاوبت على كل الاسئله اللي كانت عندكم واللي حضراتكم سالتونا عليها، وان شاء الله برضو في فيديوهات تانية توضيحيه وحسابات تانية، واللي مش برضو اللي في حاجه برضو مش فاهمها او مش واصله له يكتب لنا في التعليقات، وان شاء الله هنجاوب ونحاول، بس اعذرونا لو احنا بناجل الاجابات او يعني بنتاخر في عليكم في الاجابات، عشان احنا والله يعني ربنا اللي يعلم بنبقى مشغولين قد ايه في التحضير للفيديوهات والمونتاج والحاجات عشان نجيب لكم كل ما هو مفيد.
ان شاء الله ربنا يكرم جميع اللي لسه مشاركش في القناه، يشرفنا وينورنا، اشترك في قناتنا قناه شرح لي، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير. لايك كتير يا جماعه زي ما بنقول بيخلي الفيديو بيصل لاكتر عدد ممكن، ف يعني خلي حضرتك تكون سبب في ان تعم الفايده معانا وتساعد غيرك ان هو يوصل له الفيديو بضغطك على لايك او بعمل شير، وان شاء الله ربنا ينفعنا ونكون نافعين لبعضنا البعض كده. وما تنسوش تضغطوا زر الجرس على اول اختيار اول او الكل عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم.